خلاص مهر رفع كله. بس كافي زايد علينا. شفت هاي الحركة شفتوها؟ هاي جدا مهمة الحركة ورا ما ترفع التاير. طبعا هاي اذا كان عندك حامي وينفتح. شباب بنشر السيارة بالطريق علينا واحنا راجعين من الدوام، وانت لازم نسوي طبعا لو تدري ليش بنشر التاير؟ ليش بنشر؟ واحد رجع الكشري ولا قادرنا مرتاح تعبان اليوم، فذا بسقل على التاير اللي ورا. كذا رجع التاير اللي ورا خلل، هذا عظيم. شباب اي واحد عنده بنشر خليه يحاول يتصل بينا. وهذا التاير الصغير خاف ما تصدقون بنشر السيارة، حياة مأساوية. ومنا شوفوا الثلج والمليح. فيرجينيا، هاي المدينة تشبه ولاية فيرجينيا صح؟ هذا الملح وكأنما الثلج، تشوفه؟ من بعد ما نفتح التاير لازم نشد التاير الصغير. تحمل ما بقى شيء، بعد 4 أيام يخلص رمضان، 3 أيام. إن شاء الله تحمل تحمل. كله بميزان حسناتك. ها. رمضان. رمضان ونسوي بنشر لك ضعف الأجر. ضعف الأجر إي. صح. في سبيل التاير. تعرف شنو المشكلة؟ المشكلة انه الجاك خلص ومهر رفع كله. بس كافي زايد علينا. شفت هاي الحركة شفتوها؟ هاي جدا مهمة الحركة ورا ما ترفع التاير. طبعا هاي اذا كان عندك حامي وينفتح تضرب بيه تضرب بيه ماكو فايدة الى ان يرتقي. شفتوا؟ وهاي احمد هنا راح يركبه. هسه يحاول يسوي له مكان. يعني الارض ما مستوية. جيب دبة ماي ورشها. ما مستوي لازم تخليها بعد على النار شوي. اخي جيبها حجي روح قوه. بعد ما تركب الاحمر الطماطة. وبعد ما تركب التاير الصغيرون الملقب بالنغل. اللي هو لونه لون الطماطية. الله. كل الامور تهون، البنشر سهل، بس هذا التاير شلون راح نشيله؟ بس للعلم يعني هذا التاير شلون راح نشيله؟ ايش دار؟ تدز على اغلى تدز على اغلى انتيكي يجي من الامتحان يرفع التاير، بس للعلم انتبه اللي وعد هذا الماكس مالته 80 كيلو متر بالساعه. ايه. ما تمشي اكثر من هاي السرعه. ما تمشي بيه سرعه، هذا خطر، حدك 80 للعلم. بس تقدر تمشي 120، انا ماشي ب 120 بس مو على مسؤولية. وانت بالحجة تمشي 12. يجي ب 120 هو احمد، انا بحياتي ما شايفك تمشي 90. لا انت مو قلت لك قاضي على الثمانينات. اي مو انا مواليد الثمانينات قديم. استاذ احمد يخلص البنشر وراح
يختار بالتاير. المشكلة انا نازل. ما يخالف خلي وصلنا من حد هنا نعوفكم احنا يا شباب. نروح نفحص التاير ورا ما صعد الغراب. لا تستعجلون، رجعوا كل غراضكم ترتيباتكم. يلا كيد راح نشوف نفسنا على اليوتيوب. مشهورين مشهورين. بعد كلمة ما اقدر اقولها لين صار حتى لا تجرح السلام. وهذا طريق بالخصيب الخارجي، مالكم غرض منا بالبطالة. نشيل هذا، نشيل هاي، خليه ونخليه جوا ونقعده. انا ساعدته بس رفعت له البرده حتى لا تقولوا ما انا ما ساعد. وها شوفوا هاي شايلها انا، ترى انا جاي اساعده. شوفوا هاي توثيق على يا الله. هسه بعد ما شدينا هذا التاير توكل ونروح البيت ونقول يا الله يا الله. بسم الله بدنا هذا سبير، بدنا هذا شبه السبير. يمتى ما اجي لك هذا حاسبته ويشتغل وكل شيء ما مثمر. وهنا هسه كيف خاف تشوفون انه هاي العينه بعد صفر التاير، لانه هذا اصلا ما بيه حساس مال التاير، فلذلك يقرا يقرا صفر. صح. يلا شكرا لكم، استمتعنا بالرحله وعاشوا عيشه سعيده. حياكم الله. شكرا شباب. التاريخ والوقت، تاريخ 25/4. بعد لا تقاطعني من اقول شكرا. مع السلامه الشباب. مرحبا شباب، صدق اكو شغله نسينا ما قلنا لكم، نسينا ما ضبينا البراغي، بس راح نرجع نضبهم. شكرا لكم. وهسه رجعنا، قال ان التاير ترغب بعد يعني شويه كان طار التاير بينا. لا شباب ما لكم علاقة، نسوها شوي، عيشوا المتعة. ها اي احنا سويناها متعمدين. اي متعمدين، بس لازم نرجع يعني. نرجع نضبهن قد مدى الخوف عندنا. الحمد لله هذه ورا ما تشيل الجك ترجع تضبهن. سلمين غانمين يا الله. مع السلامة شباب، شكرا لكم المتابعة، اللي كمل الفيديو.